أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أخذ الأجرة على الشفاعة؟ لا، من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فلا يقبلها أو كفى قد أتى بابا عظيما من الربا، لأن الشفاعة يقصد بها وجه الله ونفع المحتاج وهي قربة عند الله، فلا يؤخذ عليها شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل في هذه ربما أنه في وقتنا الحاضر يتخذ هذا رشوة، يشترك الموظفون والوسائط ويقولون اشفعوا عندنا بأجرة من صاحب الطلب ويقتسمون الشيء، يصير رشوة هذا. نعم. أحسن الله إليكم. فهو أشد من كونه مجرد أنه يأخذ طمعا على القربة والطاعة، إذا كان هذا عن اتفاق بين الموظفين وبين الوسطاء يأخذون من صاحب الحاجة أو الطلب يأخذون منه مبلغ، هذه رشوة. نعم. وهؤلاء وسطاء، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، والرائش هو الذي يسعى بين دافع الرشوة وآخذها حتى ولو لم يأخذ شيئا فهو ملعون، فكيف إذا أخذ شيئا؟ نعم.